خير بأجمل ناس في الدنيا. بعتذر إن أنا اتأخرت، المفروض موعدنا السابت الساعة 9 بتوقيت مصر، ظروف بقى فتأخرنا الليلة، فأنتم عيلتي وأنا بطلب منكم السماح. أنا بس سريعا كده برحب بالجديد واللي بينضم لنا، يعني عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واشتركوا بقى في القناة كده عشان توصلكم إشعاراتنا أول بأول. أنا جاني على الانستجرام النهاردة كام رسالة وكم مسج، ونفس الكلام على الفيسبوك، بيدوروا في الإطار اللي أنا هتكلم فيه، وهو موضوع حلقتنا النهاردة. اتعرفت على شخص، أو والله كمان جالي من الشباب، اتعرفت على بنت، هي اهتمام منها أوي في البداية، ومن ثم وبقدرة قادر ومن غير أي حاجة، ومن غير أي حاجة حصلت ولا مواقف، يتحول الاهتمام لتجاهل. واجي اسالها او اجي اساله، يقول لي شغل، يقول لي مش عارف، ده انت اللي بيتهيأ لك، ده انت اللي بيتهيأ لك، معلش ضغوط، مع كلام غير مقنع. ايه السبب؟ احنا عايزين نتفق كده مع بعض من البداية، مفيش حاجة في الدنيا بتحصل الا لازم يكون ليها سبب، بس في واحد عارف الاسباب وفي واحد مش عارف الاسباب. عامة احنا النهاردة هنقول لك سببين ملهمش تالت، سببين طبيعيين مالهمش تالت، خلي بالك او خلي بالك منهم، لو انت بتعملهم اعمل استوب وفوق لنفسك وفوق لعلاقتك، ومش عيب، احنا بنطور من نفسنا ودي مش عيب، والحياة كل يوم وكل ثانية في تطور. يا ريت ندوس لايك عشان توصل لبقية اصدقائنا الحلقة دي لو شايفينها مفيدة، والعكس دوس لايك وقولوا لي السبب ويلا بينا. والحاجة الدلقة، في ممكن اتنين بيرتبطوا ببعض، بينجذبوا لبعض ايا كان، طبيعي جدا بيحصل بينهم في البداية نظرة فابتسامة فكلمة فالتقاط، نبدأ نتصاحب، نبدأ نقرب من بعض، ارتبطنا ببعض، معجبين، بنحب بعض ايا كان. بتلاقي المعادلة لازم، يعني صعب جدا في الحالات تلاقي العملية كده متساوية او ايكوال، دايما تلاقي الكفة تدريجيا تيجي عاملة كده، تلاقي واحد أصبح بيهتم أوي والتاني أصبح بيطنش أوي. بس أنا عايز أقول لكم اللي غلطان اللي بيهتم أوي، لأن البداية من عنده. أنت، إحنا ماشيين كويس أهو، أنت اندلقت، يبقى هي الدلقة، اهتميت أوي زيادة عن اللزوم. الطرف التاني، وأنا قلتها قبل كده في حلقاتي، طبيعي جدا يشوف نفسه عليك، وأنا حذرت منها. ومش معنى كده إن أنت تطنش او ان انت ما تحبش او ان انت ما تعبرش عن مشاعرك، ولكن انا دايما بقول ما تأفورش زيادة عن اللزوم فتقع في الفخ المزعج ده، لان النفس البشرية معروفة ومدروسة، وقلما ونادر وقليل جدا تجد حد ممكن يفسر الاهتمام الزايد بتاعك ده على انه حب. في ناس، في بعض الناس القلة جدا اللي ممكن لو الطرف اللي هي مرتبطة بيه اهتم قوي بزيادة تبادله باهتمام قوي بزيادة، وتعرف ان ده صح للعلاقة، وان الطرف اللي معاه جوهرة بيحبه لازم يحافظ عليها، ولكن دول يتعدوا على الصوابع شيء لا يذكر عشان ما حدش يوهم نفسه. اقعد مع نفسك هتعرفها ببساطة. رجل دلوقتي، شاب، امرأة، بنت، بتشوفني، شوف اللي انت مرتبط بيه، انت حاسس، ما دام انت من جواك حاسس ان انت مدلوق يبقى انت مدلوق، متسألش حد تاني، ما تقعدش تتعب نفسك في التفكير او تتعبي نفسك في التفكير. حاسس من جواك ان انت مدلوق، اه يبقى انت خلاص مدلوق. جات في بالك كده انا مدلوق ولا لا؟ قلت انا مش مدلوق يبقى انت ما انتش مدلوق. طيب ايه الحاجة التانية اللي ممكن تخلي الاهتمام ينقلب الى تجاهل بعد كده؟ التطنيش الزايد، العكس. واخدين بالكم؟ واخدين بالكم من الحتة دي؟ يعني انا ارتبطت بقى بشخص، هو حلو معايا، ابدأ انا اطنش، اتقل، ازود، يبدأ الشخص اللي معايا يتقفل مني، يتضايق مني، يتخانق مني، يقول لك طب عليا وعلى اعدائي، وهدوس على قلبي وهدوس على مشاعري، ولازم اسقيه من نفس الكاس. هو عاملني بتطنيش وعدم اهتمام زيادة عن اللزوم، هدوقه، لازم اعذبه، وممكن يتمادى فيها، تتعب انت بقى نفسيا. يعني انا عايز اقول ايه في النهاية؟ عادل الكفة، اياك ان انت تندلق قوي 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 زيادة عن اللزوم، او ان انت تطنش
وان انت تتساهل وتستهتر وانت بتتعامل مع الطرف اللي انت مرتبط بيه. صدقوني اي حد حصل معاه اهتمام ثم تجاهل هيكون حصل له وتعرض لموقف من الموقفين دول، يندلق قوي يطنش قوي. راجعوا نفسكم، وانا قلت مش عيب ان انت تطور من ذاتك وتطور من نفسك، وده صحي جدا للعلاقة. انا عايز ارد بقى احنا في النهاية كده على يعني بعض التعليقات، اللي اتقالت في الفترة الأخيرة. هو انت ليه بتركز على نصائح للبنات أكتر من الشباب؟ وأنا معترف أنا في قناتي دي بركز على المرأة والأنثى أكتر من الشباب، مش لحاجة، ولكن أنا ما يقرب من 85% أو 80% من متابعين قناتي دي وقناتي التانية هم بنات ونساء. طبيعي لما أدي نصايح هكلم جمهوري ولا هكلم الناس اللي بره؟ احنا عايزين بس نكون منطقيين. طبيعي ان انا هكلم الفئة اللي بيتكون منها اغلب عيلتي واغلب متابعيني واغلب جمهوري، فهيبقى التركيز شور واكيد ومؤكد على البنت، على الانس. حاجة كمان، انا لما اجي اعمل احصائية للاسئلة والاستفسارات اللي بتجيلي على الانستجرام او الفيسبوك، اكتر من 90% منها من بنات وستات، هم دول الفئة اللي اكتر بتسألني وبتستفسر وطالبة نصيحتي. فرجاء يا جماعة نخلي بالنا من النقطة دي، أنا بتعامل بالمنطق وبالديمقراطية كمان. ما ينفعش يكون أغلب اللي حواليا فئة وأنا أهمشها وأسيبها وما أقفش جنبها وأروح للفئة التانية. أتمنى يكون وصل الإيضاح. قناتنا التانية للفضفضة، كل يوم درس مستفاد، قصة مستفادة، الانستجرام، الفيسبوك. اللي بيسأل ازاي يتواصل معايا انا تحت امره، الروابط دي كلها في وصف الفيديو واول تعليق. اشتركوا وتشرفوني، وان شاء الله نلتقي بكرة، وهيبقى موعدنا الساعة 8 كل ليلة مساء بتوقيت مصر. تصبحوا على خير.